مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الاربعاء 14/9/2022. من عده اشهر كنا اتكلمنا مع حضراتكم في موضوع مهم وخطير، وكان ده بسبب كلمة فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر جامع الأزهر في مؤتمر بيت العيلة 2021، وكانت الكلمة فيها جزئية محددة تحدثنا عنها باستفاضة، وهي بالتحديد الجزئية اللي بتقطع الطريق على مروجي فكرة الدين الإبراهيمي الجديد، دين واحد يجمع كل الأديان بالاكتفاء عن الملامح الرئيسية للأديان، الفضائل، القواعد الأساسية، دون الدخول في تفاصيل كل دين، وإنه في خطورة من هذا الدين على اليهودية والمسيحية والإسلام، وإنه الفكرة مرفوضة من الهيئات اللي بتمثل الدين رسمياً على الأقل في مصر. طبعاً كان في بعض الاجتماعات السياسية حتى سميت باجتماعات الإبراهيمية، بمعنى أن كلنا أولاد إبراهيم وأنه كلنا بنشترك في الإيمان. إحنا ربما نكون كلنا بنشترك في الإيمان بربنا، بنشترك في الإيمان بالفضيلة، بنشترك في الإيمان بضرورة الحياة اللي فيها تدين وفيها قرب من الله، ولدينا كل في دينه وسائل لكي نقترب إلى الله. لكن ده ملوش أي علاقة ما بين إن احنا نخلط الأديان في بعض. يظل لكل دين هويته وتميزه، ومفيش أي مبرر، ولا حتى لو كان مبرر اقتصادي أو مبرر سياسي، مش بالضرورة إن إحنا عشان نتقارب إن إحنا نبقى أتباع دين واحد، زي ما مش بالضرورة إن إحنا عشان نعيش مع بعض كويس إن إحنا نتجوز. وده كان موضوع مسلسل ضخم جدا بكبار النجوم، مش عايز أقول أسامي دلوقتي، إنه يعني الناس عايشة مع بعض بشكل عظيم في المجتمع، وإنه بيتجوزوا بعض حتى مع اختلاف الدين، والمسلسل للأسف كان بيروج للفكرة دي. الفكرة اللي أنا بقولها بتاعت مش بالضرورة دي كمان كانت عنوان مهم لمقال سيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا بعد مؤتمر بيت العيلة 2021، واللي امتدح فيها كلمة شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، وتحدث فيها عن الأخوة والامتزاج. مش بالضرورة إن إحنا عشان نتأخى في الوطن أو في البشرية أو في العالم، يعني إحنا مثلا لما بنقعد مع بعض كلنا نتكلم عن قضايا تخص العالم كله، زي قضايا المناخ ودرجة حرارة الأرض وحاجات كتيرة جدا، والاقتصاد ورفاهية الشعوب والسلام، كل دي أفكار جيدة إن هي يعني تتفشى في المجتمعات وتنتشر وتبقى لها الاحترام الكامل، لكن ملهاش أي علاقة بإننا كلنا نكون تابعين لدين واحد. يمكن بيحضرني سنة 1981 كان في لقاء ما بين الرئيس السادات وكبار رجال الدولة، وحضروا الشيخ الأزهر وقتها وقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث البطريرك المتنيح مثلث الطوبة والرحمات، واقترح في هذا اللقاء والفيديو موجود إنشاء كتب عن الأخلاق والمبادئ تدرس في المدارس. وقال الكلمة دي قدام الرئيس الراحل أنور السادات وقوبلت بحفاوة كبيرة، وإحنا بنشوف اليومين دول إن تم عمل كتب فعلا تتحدث عن الفضيلة والمبادئ والأخلاق، تتحدث عن الأمانة، تتحدث عن الصراحة، تتحدث عن الإيثار، تفضيل الآخر على النفس، تتحدث عن التعاون، العيش المشترك، المحبة، الصداقة، الأخوة، كلها قيم نبيلة بندرسها في مدارسنا ولازمة لكل مجتمع، ولكنها لا تعني أبدا إن إحنا عملنا كتب عن المبادئ والأخلاق ما تيلا بقى كلنا يبقى لنا نفس الطريقة في العبادة. كان في مؤتمر في كازاخستان حضروا فضيل الدكتور أحمد الطيب، وألقى كلمة مهمة، ده الجديد في الموضوع،
جدد فيها الحديث. أنا أذكر أنه المرة اللي فاتت في كلمته اللي فاتت تحدث عن هذا الوليد اللي كان لسه ملامحه يعني مش واضحة، لكنه تحدث أيضا النهاردة عن هذا الموضوع، ولذا لابد أن احنا نشوف قال إيه ونعيد التذكير بما قاله في مؤتمر بيت العيلة 2021، وأيضا بالمقالة اللي كلمت حضراتكم عنها لنيافة الأنبا أرمي. هيكون معانا كل ده في فقرة الأخبار، وهناخد يعني سيجمنت كامل أو محور كامل عن هذا الموضوع ونعرف تفاصيل أكتر. بس خلينا نبتدي هنعمل إيه في فقرة الحوار، وبعدها نبتدي في الأخبار.